العجيب أنني سمعت الدجال مسيلمة. أنا ما بحب أذكر اسمه يوسف القرضاوي، ما بحب أقول أن يوسف القرضاوي دجال، ولا أحب أن أقول أن يوسف مسيلمة حتى لا أوذي بعض الناس والفرق. فيوسف القرضاوي شر من مسيلمة، لأن مسيلمة كذبه قومه ويوسف صدقه المسلمون، فاستعيذوا بالله من كذبه. يوسف بعد هذا، بعد فشل الثورة، قال اسمع النظام، اسمعوني، ساقط، اسمعوني، ولا أخطبن في دمشق، اسمعوا، ورب هذا البيت ورب العالمين ورب إبراهيم والذي أنزل على الأنبياء الوحي، والله تالله لئن كان وسقطت الشام وخطبت في دمشق لأنت أحد الثلاثين كذابا دجالا. قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. من أعلم يوسف أنها ساقطة؟ ساقطة بعدما فشلت الثورة. كيف تعلم؟ بما وثقت؟ من أعلمك؟ من وشى إليك؟ من أخبرك؟ من وسوس إليك؟ لا يقول هذا إلا البنتاغون وعماله ورجاله. يعني هذا اليقين لو كان وهي في أوجها وقوتها لقلنا غره ما رأى وما سمع، أما وقد تمكن النظام ماذا بقي لك؟ ثقتك بالله. كذاب، خذلك ربك من قبل، ما صدقت الله ليصدقك الله، ولا أطعت الله لينصرك الله. كذاب، جلبت علينا الدم وسواد الوجه وخذلتنا يوم استنصرناك. ها هم أطفال المسلمين ونساؤهم في أفغانستان، إن الله سائلك عنهم، ألست أميرة ورئيس اتحاد العلماء؟ أما ابن إبراهيم فأنا ها هنا لست أمير الاتحاد، ولن يسألني إلا على ما استعملني فيه. ألست عالمهم؟ وألست كبيرهم؟ وألست أحد الموقعين عن الله؟ مش هيك بيقولوا يا أخوان؟ شو بيقولوا عن بعض العلماء؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، إنهم يعني يوقعون عن الله. فتاوى هذا الرجل كما توهمه نفسه وتغره نفسه أنه يوقع عن المليك الذي في السماء. وقع لنا، اكتب لنا، امضي لنا. اسمعوني، كيف علمت؟ اذا قال ان شاء الله علمنا، فيما قرأت وفيما سمعت، ما سمعت. اذا قال ان شاء الله اعلموني، يعنيني ان اعلم. انما قد سمعتم تالله وقلت لكم من قبل إن أحد المؤمنين، أسأل الله أيتوفاه مؤمنا، قال لي رأيت فيما يرى النائم. أنا ليه بقول بصوت عال؟ لأنهم يجعلون دينهم وثوراتهم فيما يرى النائم. شيء، فقال الرجل رأيت فيما يرى النائم يوسف القرضاوي ها هنا في المنام، ها هنا، مش هيك يا أخي؟ ها هنا، وحوله ناس يكبرونه. فجرى بين الرأي وبين القرضاوي كلام يرد بعضه بعضا، فقام القرضاوي حانقا للرجل، فلما وصله قال الرأي فإذا هو الدجال أعوره. قال له أنت هو؟ قال أنا هو. حدث الناس إن أعجبتهم الرؤى، حدثوهم ماذا يرى المؤمنون. نعم، فإذا سقطت الشام
وخطب في الشام في دمشق 31. واضح؟ وقتنا له بيانا يجيب فيه على الذي قتل أطفالنا ونساءنا في أفغانستان، فاستبان لنا وسكت عن الحق. شيء في هذه الثانية وقت له، إن سقطت الشام وخطب فيها فهو واحد من 30، ولعله من أواخرهم. يوشك أن يخرج شيخه. فاسأل الله العافية. اللهم إني أسألك للشام إصلاحا وصلاحا ورحمة وعافية. اللهم ارحمهم واصرف عنهم وكف عنهم شرا وبلاء يراد بهم وبأساء وضراء. اللهم قربهم جميعا إلى هذا الكتاب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ورد إليهم أمنهم وأمانهم وعيشهم وصلاحهم. اللهم ربنا انصر المسلمين المؤمنين وأهلك الكافرين والمنافقين. اللهم إنا نرجو بالشام خيرا، وننتظر من الشام ابن مريم وكلمة حق وبصيرة نور. اللهم آمين. آمين.